حنا ولينا نتكلموا يقول لك هادو راه مش تتحلسان نسكتوا يقول لك هذا الإدارة هذه ما يهدروا المشبوهة ولا أسميها مرتزقة ولكن الناس هذو ما يمشيوش بالحقيقة تاع النادي وفق ستيف فريق ترأسه كمال لافي في 14 نوفمبر بعدها شهرين كان تنصيب مجلس إدارة برئيس ومدير عام ظروف 2020-2021 ظروف جد خاصة يعلمها العام والخاص الظروف أصبحت أكبر يعني بكل صراحة الناس اللي تدافع الفريق تاعها ماشي كل يوم يشوفوا غير السلبي إذا فاز وفق سطيف بارك الله في الكوكي وبارك الله في عمورة وبارك الله في قندسي إذا خسر وفق سطيف إدارة فاشلة إدارة تدفع مبلغ تاع مبيت ما يقارب 73 مليون في الليلة يقول لكم ما قدروش يخلصوا المال يسوى 100,000 للفرد يعني أشياء يعني مضحكة ربما تقول سوء تنظيم يكون خلل في التسيير ربما نسيان ربما عدم الاهتمام بهذه الأشياء رغم أنها كبيرة في نادي ولكن في بعض الأحيان التركيز يكون كثير على المباراة وعلى الأشياء الكبيرة يكون سهو ولكن الطريقة اللي يتعاملوا معنا بها بعض الصفحات ما يتكلموش الموضوعية أو هذه إدارة فاشلة المهم مش قادرين يخلصوها كيف نخلصوا 73 مليون وما خلصوش 100,000 إدارة فاشلة وما قدروش يخلصوا لقلاص أو الكوكي خلص المازوت أو ما عندهمش لاتوني أو ما عندهمش هذه يعني يقزموا في الناس بطريقة يعني كما يقول لك شيطنة البشر يقلبونا شياطين ربما يتكلموا على وفاق سطيف احنا ربما السن تاعنا انا راني في 60 اخ كامل مازال شاب بصح يقرب لسن 60 فاتح الفايا المدير العام اللي يعرفوا العام والخاص رغم ما يقال عنه هنا او هناك ربما هو راوي زحم في شركات وطنيه يعني إنسان اللي يوصل من مجمل المصاريف تاعنا التي تفوق 23 مليار يصل إلى إعطاء أو قرض أو سميها كيما تحب ما يقارب 17 إلى 18 مليار سنتيم في الدوري الجزائري يعني الإنسان هذا ما نقلبوهش ملك عنده الإيجابية تاعو عنده السلبية تاعو مع هذا لونير دو لاغير اللي بريزون الناس هذه لعبت حبيبي لعبت موسم نحن في المباراة 30 مقارنة مع المواسم الماضية ما انتهى الموسم يعني إذا انتهى الموسم يعني يقولك بفضل الله ثم إعانة فاتح الفيا اليوم البلدية نظرت نظرة كما يقولك في بعض الأحيان نظرة رعفة واعتراف في بعض الأحيان لأن يعني مشكورين أعضاء مجلس الإدارة فيه ناس محبين للفريق وفاق سطيف بما فيهم رئيس المجلس الشعبي الوطني والأعضاء اللي وقفوا معنا باش وصل الإعانة إلى كما يقول لك مستوى عالي إن صح بالتعبير وربما 14 مليار الذي اهتزت من أجلها كثير من الأصوات وكيفاش تعطيهم 14 مليار ورغم البلاد الطرقة مكسرة وأنا بحكم علاقاتنا الداخلية مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي كان ما يفوق 300 مليار اللي توزعت على الأشغال العمومية لترميم الطرقات وتحسين معيشة المواطن يعني 14 مليار من قيمة 300 مليار وقامت هذه بعض الصفحات بعض الصفحات كما يقول لك ارتفعت وارتفعت أصوات ضد قرار أو ضد انتخاب أعضاء مجلس البلدي لهذه المبلغ اللي نقولها مرة أخرى هم مشكورين كأن يعني هذا هل الناس هذو ضد منتخبي بلدية سطيف أو ضد وفاق سطيف أو ضد مسيري نادي وفاق سطيف هنا الإشكال يطرح لما الإنسان يكون ضد مسير تاع نادي
على الاقل على الاقل يبقى يحب النادي ويبقى ضد الانسان هذا كي يشوفه ما يقول له السلام عليكم، ولكن يبقى يفرح لانتصار الفريق ويغضب لهزيمة النادي. مع الاسف الشديد فيه كثير من الناس انا اللي شاهدهم حتى في الملعب، يعني يجي للملعب وينتظر الهزيمه، ينتظرها وجهه موجود في الملعب وينتظر الهزيمه، وربما اللي يكون خارج الملعب ينتظر ثاني الهزيمه ويقول لك الهدف الاسمى هو لازم هذا المسيرين يروحوا من النادي. يعني كي تجي تتكلم على مسيرين اللي مشاو لك فريق بدون اعانات، هنا تقول المجموعه هذه لما حكموا الفريق، وخاصه انا بتصريحاتي الشخصيه واللي قلت، نحن انا نذكر هذا الكلام تاعنا نذكروا مازال كاين الفار، قلت نحن لا نكون عبء على السحلوطات المحليه، ولكن يعني كنت نقول لك الظروف اكبر منا، لان لحد الان سكون نابل لي كونسيسيون حق الامتياز فيه تحضير، انا اللي سمعته من عند المسؤولين سمعتوش في قهوه، فيه تحضير لمشروع الاستثمار، قانون مشروع الاستثمار اللي راح يكون جديد ما نعرفوش، وبالتالي احنا لان الناس يقول لك المشاريع الوهميه هم قالوا نديروا الاكتتاب الجماهيري، قالوا ما نحتاجوش دوله، قالوا هذا ماشي يقولوا فيها محبي وفيق صيف، حتى يهضروها 5000 احنا نعرفوا 10 عندهم 500 كونت نعرفوها، والناس اللي قاعده في الشغل تشرب في الجي والقاطو وتكتب واش يحب الاعلام، ولكن ثقافة الاقتصاد ربما تكون بعيدة عليهم. انت باش دير اكتتاب جماهيري وتجيب مناصر وقال انا عندي سهم رايح نبيع لك، السهم الذي يعتبر استثمار رايح نبيع لك سهم، لازم يكون لا كونتري بارتي، قال انا نشري عليك واش كاين، راه تقول له راح نستثمروا راح نديروا، تسمى راك دخلت في الكذب، بعد سنة يجيك هذاك المناصر يقول لك جيت نشوف الفائدة تاعي، تسمى سا دوفيان دو ليسكروكري، تسمى تو اسكروكي لاكسيونير، يعني خدعته وخديت له مواله ربما اللي سيرت بها وحده من الشركه لو هي فريق كره قدم. لكن الحقيقه ما تقدرش الان في الله ما دام اللي طلبناهم احنا في الموسم مازال ما قدرناش نوصلوا لهم، هو حق الامتياز في حي تليجان وحق الامتياز في فندق فرنسا، وفاقد الشيء لا يعطيه صديق، ويقول لك الاستثمار براس مال فارغ غير موجود، اون بو با انفستير افيك ان كابيتال فيت، ما يكون راس مالك فارغ ما تقدرش تستثمر. موش حنا اللي عيب علينا ما قدرناش نديروا الاكتتاب، وماناش حنا اللي ما قدرناش نديروا المشروع، ولكن الامور لي زانسترومون اللي يسمحوا لنا باش نخلقوا قضايا او اشياء تجاريه في النادي ما كانت في يدنا. هذا عموما على ما يتكلموا، ما نقولش كثير من الناس، لازم نفهموا الوضع، لان كاين ناس بزاف اللي يحبوا يفاق سطيف ومتاثرين ومعترفين باننا رانا نعانيو، ما نقولش التهميش، ما نقولش الحقره، هذه الكلمه كبيره، ولكن عانينا ماديا في الموسم الخاص هذا، يعني وكانت عندنا شجاعه اللي تخلوا في وسط الموسم، يعني تقنيا ما كانش وسط الموسم استاذ رانا با كومونسي لو بريمي ماتش، ولكن سي البلان جيستيون دخلنا في النصف الاول، النصف الاول خدينا الفريق هذا، عانينا الامرين، اليوم بقات لنا 8 مباريات، مازال عندنا دائما اشياء من عصر الحجري، وهي دي لغه الاضرابات والتهرب على المسؤوليه، وهنا لحقنا المرحله تحبوها ما تحبوهاش، ايه نكرهوا بعضنا في المدينه هذه، نكرهوا بعضنا لي جون اللي قد بعضهم واحد دي غير من واحد، سي نورمال فاتح الفيه في عمره 40 سنه يمد 18 مليار لونطون، سي نورمال يغيروا منه، نعطونا واحد يجي يمد لنا 500 مليون وقولوا علينا احنا وانتم واش مديتوا، هذا سي نوتر بروبليم، احنا متفاهمين في بعضنا، والسيد هذا لو كان ما كانش يثق فينا ويحترمنا ما يحطش الاموال تاعو، انتم واش دخلكم فينا، احنا لازم نمدوا هما ما مدوش،
لا وجاو فلانه وما مدش وفلانه وما مدش هاو مسكين فهد وحده انتوما اش دخلكم؟ هذا سي ان بروبليم دو جيستيون. ليكيب تلعب في المديه تخسر 3-1 تونكيسي دو بيوت في 4 دقائق ميزيتي با دون لوغ جوغ تكنيكمون. اداره هذه الفاشله خذات الفريق حضرت مباراه شباب الوزداد خذات الفريق الجولدن تيليب وين دار حصه استرجاع ثم بات تم باش اللاعب يسترجع قواه لمباراه شباب الوزداد يجيو يلعبوا المباراه. لما تجي المباراه وتمشي للفنادق تاع الصيف ويطلب لك نقدا الاموال قبل دخول الفريق للملعب للفندق بس ما تحضر لهاش السفريه تاع وهران راهي الدور فيما يقارب 100 مليون فريق يسافر لازم له الفندق ويروح بالطائره يعني الاشياء هذه ماشي اي جايه من السماء كاين الناس اللي راهي تضحي تضحي بوقتها تضحي بمالها هم يجريوا على الفريق احنا مع الاسف الشديد ولات عندنا ثقافه الإساءة إلى الشخص سيتين كولتير ولا تقف الناس غير تسب وغير تقول أشياء وفي بعضهم هو فلان وهو فلان وهو فلان وهو فلان وهو فلان ربما المدية شو نديروا المدية كان لونجاجمون ولونجاجمون كي تشوفوا تسنية في الديبي سيزون او نيفو دلا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول ils exigent la première et la deuxième tenue la première tenue c'est le noir et blanc la deuxième tenue c'est le bleu اي اون ريسبكتي لي ريغل تاعنا درك هو كان فيها تخلاط ولا امور من جو سي با شكون اللي كان عنده لانتيري باش يبرتيربي لنا ليكيب تاعنا حنا دينا لا توني بلو ودينا لا توني نوار بلون والدليل 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 في اخر لحظه الحكم يقول لك تلعب بالبلو خلقوا لنا فوضى وزدنا شرينا وحده اجتهدنا شرينا وحده حمراء في يوم المباراه او الاداره فاشله ما داوش لا توني شنو يعني الاداره فاشله احنا ماناش فاشلين خويا عمرنا ما فشلنا وبايكيب كيما هذه لا موين داج تاعهم 20 ans ils n'ont pas une grande expérience dans le football on a des joueurs qui ont de la qualité et de l'expérience on a d'autres qui sont en train de faire leur apprentissage مشات il y a de bons résultats تخلع عشر وحكم وعندنا وعند من بعد تروح للمستوى هذاك المستوى تاع المنحط يا هم رايحين يمدوا الماتش للسير سي كوا هذا شنو النيفو هذا يا الإدارة هذه راح تمد شامبيون السير بس كوا سا سي كوا سو نيفو هذا سي الإدارة ربحة 2-0 قاعدة في التريبين ومطبقة يديها والفريق يولي يخرج 3-1 شنو الإدارة هذه واش دخلت زدها الإدارة واش دخلها تمد الماتش إدارة ربحة 2-1 90 ديزيام مينيت بينالتي مع مقرا تيكاليزينا مقرا واش دخل جد الإدارة هنا قول الإدارة الكلوب إيدون دو موفي دغا يديبلاسيش مليح la prise en charge des joueurs puis les déplacements gagne les primes ne c'est pas qu'il y a les primes prime de match un d'homme deux primes de match le Barj ou le CS هذا ما كان كاين الانديه اللي عندها شركات شركات وطنيه وماش مسلكه لي بريم تاعها كيما حنا اما الرواتب فيه خلل يعني كل واحد يقول واش يحب كل واحد يقول واش يحب اما كاين خلل الست شهور تاع الكوفيد هما اللي راهم مطلعين وين يقول لك واحد يسال 10 شهور واحد 12 شهور كاين لي سيمو هادو محل نزاع هادو سي بروبليم دو ليتيج سي لا كوميسيون دو ليتيج سي لا فيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول لي تعطيك تخليك تخلص هاد لي سيمو تاع الكورونا ولا تمد منهم اموا ولا تمد منهم اموا يدمي اما الباقي مدوا لهم 3 موا كاين دي جوار اللي عطاو لهم ساموا لي سنيو البروتوكول وقبلوا بلي الكورونا يديو فيه شهرين اي زون بري لي ساموا تاعهم اللي ما سنيوش البروتوكول خذاو 3 موا بقى درك الامور كي داخلين دراهم انت دوك تقول لي انا تي اجي انا دوك نشوف واحد يسالني دراهم ولا نسالو دراهم يا اخي كي يشوفني بلي باع الطوموبيل تاعي وسيده وجايب لي دراهم يفرح بلي راه خلصوا انت عندك البلديه بلي راح تمد لنا دراهم راح تكافئ الفريق خلاص انتظر ماهوش هذه المرحله اللي كما قال كمال قبيل كي كنا في التماره تاع الصح وداروا يوم داروا لاكراف الجوار تاعنا
قبلناها عادي. ثم دوك على بالك باليوم دران جايين وما ديرش قريب في الفيراج لو ديرني ساسي لو ديرني فيراج. تي بو فير ان موفي كومبورتمون بور كو لي ديريجون تاعك يرياجيو بتاتر في النص طريق منا قال مازال الحال بعيد. مي دوك راك في ديرني فيراج دوك تصبر وعاد وما كانش دراهم. اي ما كانش دراهم ما كانش دراهم تما نبداو غير نخسروا 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 باسكو ما كانش دراهم. كاين كومام لامور بروبر دو جوار اي لامور دو كلوب. تلعب على شخصيتك وعلى اسمك وتزيد تلعب على النادي تاعك. البطوله ما عندها الثمن. كاين فرق اللي تصرف 100 و 120 مليار و 130 مليار وما يهم عندهم دراهم وما يديوش بطوله. با اون كيستيون دارجون باسكو سا نا با دو بري باسكو سي ان تريك مورال اي دو كومبيتونس. شنو نريحوا حنا دوك نعيشوا في هذا النيفو هذا وما بقاش بزاف لوكتاتر الشباب بقى لهم باش يكملوا المشوار تاعهم. اما حنا رانا غير معاونين حنا هذا ما كان. شكرا خويا باش نكمل. اصل بور برولونجي ان كونترا اللي يكون في النهايه تاعو سي با في نص لا سيزون. انا نقول لكم روحوا جدوا لفلان لازم قبل ما يخلص الكونترا تاعو كيعود يدور في العامين باقي له عامين جامي تخلي جوار بعام باسكو جوار بعام ابارتير دو سيزيام مو يل بو نيغوسي سي با درك. حتى وغشا وعطى للفريق وقال حاجه قال انا لا مشيت للخارج نمشي. اما في الجزائر ما بدلش في فقسته وشاب لكن شاف لقى احسن واش راح نديروا له حنا تي بو با لانتيريسي واش راح يدي جهه اخرى. مع هذا التجديد وتمديد العقد تمديد العقد ما يديرش في اون كور دو سيزون هذه اصلا وفي ابجديات تسير كره قدم عمره ويخلص في 2024 ولا جو سي با ما تستناش الاوت 2023 وتقول اروح يا وليدي انا راح نزيدو. وحنا زيد اون بليس دو سا حنا كي نقول لك اللي عقدونا خلقوا لنا كومبلكس. جينا من اللي قعدنا حنا في الكرسي كمال انا فهد هشام هم جاو هذو باينين جايين يبيعوا وجايين يعمروا جيوبهم. كون جينا نبيعوا الازمه الماليه اللي رانا فيها والتمرميد اللي خصونا وخصونا درام كورونا بعنا. حنا قلنا ديما كي نبيعوا جوار يكون جاب لنا دو تروا تيتر وبعد حنا نخلفوه اللاعب هذا. ولكن المرحله اللي مع دخلنا الفريق هو دو جاو يبيعوا الجوار وجاو ينحيوا الكوكي والكوكي خط احمر. والحمد لله حنا مع الكوتش عندنا علاقات جد وجد طيبه معاه وعمرنا للدقيقه هذه عمرنا كيما رانا هنا يعني نتكلم ومسؤول على ما اقول. عمرنا ما قلنا نبيل الكوكي لا درت هذه ولا ما درتش هذه وما نقولوهالوش نتخلص الموسم. لان كل الناس تصطاد في الماء العكر كل الناس تنتظر هذه اللحظه تنتظر ربما غضب اداره على المدرب. المدرب اللي جاء في مرحله وين الفريق كان يلعب من اجل النزول واعطاه السمعه ولا فريق باسماء مغموره يعني كلهم شباب وغير معروفين وصلوا الى درجه يزاحموا وصلوا النقطه 60 على الاقل احترموا عقول الناس. انا نظن درك نهضروا زين زين دركا الحمد لله السنه رانا نهضروا مع بعضنا وربي عاطينا كل الصحه ورانا واقفين مع بعض. ربما العام الجاي المجموعه اللي راه هنا تلقى ناس اللي تكون غايبه ربما راح نلقاو ناس اللي ما يقدروش يجيو. عموره اليوم سي ان تري تري بون جوار 2022 2023 والله اعلم. كرة قدم سي ديو اي ديبا. دروك تقول لي كلمة بيع هذه ديجا كرهتها انا بها. فو بارلي دو ترونسفير كي رونتخ دون لو بروفيسيوناليزم. لو كلوب ترونسفيري ان جوار اللي يدي فيه 60 50 مليار 45 مليار باش يجيب 4 جوار دو كروند فالور على 8 مليار. صادير باع ب 40 مليار وشرى دي جوار بور 10 مليار دو فالور. انا نقول لك وي. لا كان تروح تبيع عموره باش نبداو نسلكوا فلان وفلان 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 ونوليو نفرقوا نفقروا وسا سي تي استراتيجي دي كلوب يكمل الموسم. يكمل عموره راه ولدنا وراه في ليكيب تاعنا ويلي لي و سي با ان غرو سالير باش يقدر يروح لنا بلا سيرال ولا بحاجه اخرى. نروحوا بالتراضي كيعود هو يتبلوكا في راسه ويحب يروح ويكون وين كنت كاين طالب عليه كبير ستدرس القضيه. مش معناتها احنا راح نترانسفيرو عموره ولا لاعب واحد اخر. ربما راح يدخلونا اموال ما تعرفش يدخلونا اموال كبيره وربما لن نستغنى على اي لاعب. بالعكس
راني نزيد نقويو الفريق وننطلقوا في الانطلاقه صحيحه. سيد احنا رانا لي سيد وعلى بالنا بلي كره قدم كلها منعرجات ومنعرجات قويه سيرتو في هذا نهايه الموسم، ولكن احنا ولا غرون غارد لا تيت سور لي زيبول لي بي سور تير على بالنا واش راه صاري اون ترافيرس اون بتيت مي فورم وي لي جوار فاتيغي سي فري نو نافون با ان غران ايفيكتيف كيما قالها المدرب في التصريح الاخير تاعو نو نافون با ان بون دو توش ترو ترو سوليد عندنا كيلكو جون اللي راه يدور بهم ليكيب ان شاء الله ربي ما يحرمهم سيرتو هما سي دي جون كيف غاني ان تيتر والانصار تاعو في الصيف اللي تعودوا على لي تيتر باسكو السنه يعني ما جديده او راك حبيبي كل ما دي الشامبيون هادي سي لا كاتريام اني اما جي كي بي شامبيون 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 جينا حنا ما داو الشامبيون اي عند هذه من الرابع ما كان شامبيون نديوها ان شاء الله السنه نصوبيو هاد لي تروازون مي اوسي سي تان كلوب تي تابتي كي كومونس ا بيرد لي زابيتود تاعو C'est un club qui est présent toujours dans les compétitions africaines, soit le Munafasat l'Iqlimiya ou le Qarriya. Alors qu'il m'a dit, d'aïm al-mart, bami, jimliha, tu l'as dit qu'il y a une habitude. Donc on doit jouer jusqu'à fond, à fond les chances d'Anna pour les championnats jusqu'au dernier match. Ou m'a khalli ou chine n'est-ce qu'il y a l'aïna. L'aïbine, il y a l'aïdou l'aïdribat هذا والله العظيم يا الاخ رئيس غير هذا المنمود هذه لا كيستيون سو بوس با او انا بور مو ما كانش كيما قلتها قبيله مع ريبونديتلوش مليح فارس ماهيش احتجاجات اضراب لما نحتج انا احتج يعطيني بطاقه صفراء ونروح نكمل الماتش هذه كارته حمراء وخرج ما كملش الماتش دير اضراب ليكيب تاعك لنفسك حنا نديروا اضراب على الرابطه ولا الاتحاديه قال حقرتنا ولا ظلمتنا انت جوار دير اضراب لينا حنا وليك انت نعم سي هضرنا معاهم في التليفون وهضر معاهم كمال واتصلنا معاهم واتصلنا مع قراوي مثلا اللي هو سي لو كابي نيميرو ان لو بريمي كابيتان كيما يقولوا وقال لك انا اليوم كنت غايب على التدريب لان المدرب انا معاقب اعطاني يوم راحه ما كنتش على بالي جحنيط كان يدير في لي سوان تاعو دونك نيتي با بريزون لي زوتر لي داروا مانتونون نعرفوا حنا شكون اللي يكون سي امبوسيبل يكونوا كاين 19 جوار اللي ديسيدين يديروا كلاب لازم توجور دي زانستيغاتور فهمت بور كوندوير ان افيون يلفو كيلي ان بيلوت فهمت لازم يكون كاين طيار دونك لازم نلقاو وشنو هي هذه الاسباب هذه وشكون هذا اللي يدير الاشياء هذه اللي ما عندهاش معنى وتسقط حتى بقيمته هو انت تحب تسقطنا حنا ما نسقطوش حنا تاريخنا راه ورانا قول واش تحب كما يقول اخونا نبيل بوسكين اللي نحن يحيوه بالمناسبه قل ما شئت ما شئت واكتب ما شئت فان كلامك ليس بقران قول واش تحب حنا درنا تاريخ في كره القدم ومستعدين باش نعاونوا الفريق الاخر رمق ولكن لومبيسيون تاعنا سي دو بروتيجي لو جون حنفيه كي امي بوكو دو سو بور ديفلوبي سيت ايكيب دو فوتبول حنا رانا واقفين معاه ونعاونوه الى الاخر لحظه يا صاحبي من اللي جاوا الناس انا وغايدني هو انا وكمال هو يشبه نشبعانين بالبالو هذا غدوه تقول السلام عليكم نقول لك يبقاو على خير مي هادو سي دي جون اللي سون تابلي افير اون كارير سون تاتر متر دلارج عاونوهم